أنا أستاذ أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك، الله اتفضل. يخليك. والنبي لو سمحت بس عايزك تفيدني، عشان أنا الآن جبت قرض، أنا عندي بتر في رجلي بقالي نعم، 3 سنين ولسه لحد النهاردة أنا بتعالج من البتر، يعني ألف سلام عليك يا أستاذ في أحمد، القدم السكري طبعا، في المشط ألف مليون قدام. سلام. وبعدين كان أنا طلعت على المعاش، خدت القرشين حطيتهم في البنك، باخد طبعا اللي هو النسبة اللي هي 12% 12.5%، فباخد الفايدة بتاعتهم 600 جنيه، نعم تفضل حضرتك. فانا دلوقتي العربيه اللي معايا اخي يعني موديل 93 قديمه، انا كنت جايبها عشان رجلي، يعني اوتوماتيك كنت جايبها قديمه مستعمله نعم عشان اقدر اتحرك بيها للمستشفى، تمام اتحرك بيها للدكتور. لحد النهارده انا بتابع مع الدكتور ومع المستشفى، واخد بال نعم حضرتك، وكل يوم بغير، نعم واخد بال حضرتك. فانا طبعا العربيه بتصرف مصاريف طبعا عشان قديمه، كل يوم والتاني عايزه مصاريف. انا جبت قرض بسيط يعني 25,000 على اساس قلت ابيع العربيه، يعني مثلا تجيب 20 تجيب 30 زي ما تجيب، واكمل عليها 25 واجيب حاجه مستعمله، لان البنك هيجيب لي حاجه جديده وانا مش هقدر اسد المبلغ اللي هي سؤال البنك حضرتك يا هيجيبها استاذ لي. احمد، سؤال نعم حضرتك اتفضل. سؤالك ايوه، هل القرض، هو بتسأل عن القرض ده؟ حاضر، في اي سؤال تاني؟ انا عايز اعرف بس كده، انا جبت القرض عشان هكمل انا اجيب حاجه مستعمله برضو اقدر. حاضر، على عيني على عيني يا استاذ احمد. طيب احنا قلنا من شويه يا استاذ احمد، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. حضرتك ربنا يشفيك ويعافيك ويرفع عنك ان شاء الله، ويجعل مرضك ده في ميزان حسناتك. وهذكر حضرتك قبل موضوع القرض ان سيدنا النبي قال: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، الا كفر الله له بها من خطايا. ان شاء الله كفاره وطهور وربنا يرفع عنك. طيب انا ينفع اجيب القرض علشان اكمل على ثمن العربيه القديمه اللي ابيعها واجيب عربيه تاني عشان اظبط حياتي واموري وانا تعبان ومريض؟ طبعا ينفع يا استاذ احمد، ينفع ونص كمان. ومن دلوقتي لو في وقت دلوقتي تروح البنك، روح البنك دلوقتي وخلص اجراءاتك وهات القرض وظبط حياتك وغير عربيتك، وربنا يرزقك ان شاء الله ويفتح لك ابواب الرزق ويعينك ويشفيك ويرفع عنك.